شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك حيك بابا حيك ألف رحمة لبيك هذول العذبوني هذول المرموروني على جسر المسيب سيبوني على جسر المسيب سيبوني. طبعا سيدتي وسادتي عرفتوا الأستاذ ناظم الغزالي. أهلا وسهلا. أهلا. متى وصلت البيت؟ والله وصلت يوم الخميس. يوم الخميس. راح تغني في عيد الاستقلال؟ طبعا. ممكن نسمع شوية من الأغنية ولا تغنيها؟ والله أعتقد تبقى مفاجأة أحسن. إنزين عيد غني لنا أغنية ثانية اسمها خايف عليها وتلقى. طبيعي يعني بعد أن تسمحين أنا أقدم زملائي اللي وصلوا معي الأستاذ ناظم نعيم مراقب الموسيقى في القسم الكردي من إذاعة بغداد والأستاذ خضر الياس عازف الناي والأستاذ سالم حسين مدرس القانون في معهد الفنون الجميلة وسيصل غدا ضابط الإيقاع الأستاذ حسين عبد الله. يا أهلا فيكم. أهلا ومرحبا. ممكن نسمع منها الأغنية ولا تسمعين خايف عليها؟ شوية منها. تفضل أستاذ. خايف عليها تلفان بيها خايف عليها تلفان بيها شامة ودقة بالحنج من يشتريها شامة ودقة بالحنج لو تنباع كنت اشتريها. شكرا. طبعا انت سمعت الأغنية الكويتية؟ طبيعي. تعجبك؟ والله تعجبني بلا مجاملة وتعجبني من زملاء كثيرين منهم أقدر أسميهم شيوخ الغناء وأساتذة الغناء ومن قبل الشباب الناهض وعلى العموم أن الأغنية الكويتية قفزت قفزات سريعة نحو أمام ويعجبني بالأخص الغناء السامري السامري يعني اللي تقريبا هو يشبه الأغنية العراقية. يعني إذا خيرك تسمع أغنية أي أغنية تحب تسمع؟ والله أنا أختار أغنية اللي أتحسس فيها واللي تتجاوب مع مشاعري أما من ولمن فهذا أنا ما سألت لمن أعود الأغنية. ما قلت لي الأغنية شنها؟ والله كل أغاني السامرية. نعم السامرية. كيف بديت الغناء؟ والله بديت الغناء أعتقد قصة طويلة يمكن ما يسمح لي وقتي أنا مختصر شوية. طبيعي كل أعتقد كل الفنانين من الصغر نغرس فيهم بذرة الفن وبذرة الموسيقى وبعد أن أكملت مرحلة الابتدائية انتقلت إلى المرحلة المتوسطة فكنت هناك خامل بالنسبة للغناء عندما انتقلت للثانوية بدت البذرة تنمو من جديد وبعدها وجدت المشاكل العائلية لأن عائلتي من عائلة محافظة وكان عمي الذي هو ولي أمري ينظر ما بين فترة وأخرى أني هل صحيح أدرس التاريخ أو أدرس غير شيء لكن بعدين اتضح أني أدرس التمثيل وبعدين مسكني وقال لي أن في عائلتي لا يوجد قرقوز. شنو قرقوز؟ يعني اللعب الدمى اللي ممكن نشوفها في الأيدي. أيوة. وبعدين تركت بيتي وتركت أهلي وبديت أتنقل عند أخي مرة وعند عمتي مرة أخرى وأدخالتي وهلم جرى إلى أن بدأ عمي يتحسس أن الغناء هو مو فد شيء عيب ويلطخ جبين العائلة ومعرف من التقاليد هذه فأرجعني مرة أخرى إلى البيت الذي ترعرعت فيه ولكن دون رواه وبين حين وآخر يقول لي أنا ما راضي وخلص ولكن صرت أنت مغني إيش أسوي. الأغنية اللي اشتهرت فيها كانت يعني سبب في شهرتك؟ أقول وقد ناحت بقول يا حمد
ممكن نسمع لها شوية. راح نتعب بس. لا بالعكس ما. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي معاذ الهوى، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطر.